يا رجال مغامر والله. والله سمكتي يا شباب. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك بليدينج. خلاص خلاص. شي تعضني عضه. الهانتنج سكيل امبروف هاو ديدلي يور اتاكس ار. حلو، يعني كل ما طورت الهانتنج عندي كل ما ضرباتي صارت اقوى، وممكن الثعبان مثلا اذا كان يموت بثلاث ضربات يصير يموت بضربه واحده، فشي جميل. نفس الشيء على القرش. اليوم الخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكملة سلسلتنا أو محاولة النجاة في ستراند الديب. ورانا الحين الساعة 5 أو الساعة 6 الصباح، تاريخ 24 جولاي. الأكل والماي، طبعا موضوع الماي الحين جينا للجزيرة الثانية مثل ما شفتوا في نهاية الحلقة الأخيرة، ختمناها في هذا المكان. واليوم بإذن الله أنا في أمور كثيرة كذا ومغامرات طيبة خفيفة لطيفة بإذن الله راح نتوفق فيها. صراحة أول شيء ودي أسويه أني أي شيء بوجهي نفس هذا الفايبر ودي أتخلص أو أني أخذ بسرعة، لأن هذه الأمور يا شباب تنمو، فلازم الواحد يستغلها بسرعة ويقطع بحيث أنه تصير تنمو وترجع يعني بصورة أكبر أو أسرع. طبعا حلو في الموضوع أنك يوم تكسر هذا يتحول الى وود وبعدين ما بيختفي، فممكنك تكسر وتسحب عليه وتخليه بعدين تشله، عرفت؟ طيب موضوع الاكل عندي اللي هو هذا المطبوخ، خلنا راح نبدا اليوم فيه. طبعا لو تلاحظون اني ما نمت لاني اذكر اني ختمت الساعه 5. المهم موضوع الاكل الحين مثل ما تشوفون فل، بس ناقصني موضوع الماي، هذا لسه ما انطبخ، مفروض اني اطبخه عشان ما يخرب. طبعا موضوع الطبخ يا شباب في حال انه كان ني زي كذا راح يخرب بسرعة، في حالة اني طبخته راح يتأخر يعني العفن، انه ما راح يعفن الاكل بسرعة. بعدين في شغلة ثالثة الحين ودي اسويها اللي هو السموك، انك نفس ما تقول الباربيكيو كذا، التدخين والسوالف هذه، هذا راح يطول الفترة، راح ارويكم اياه اللي هو مفروض انه في القائمة هذه. هذا وش يسوي؟ هذا هو السموكر. خلنا راح نسويه، عندنا كلوث تقريبا في هذا الجزيرة، راح اسويه بحيث انه بعد ما تطبخ الشغله تحطه في السموك هذا ويزيد فتره انه ما يخرب الاكل معك، خصوصا بعدين يوم تسافر تروح من جزيره الى جزيره وتحط الاكل مثلا في صناديق ولا شيء، يصير تصير امورك طيبه. خلنا نعطيها شربه كوكنت على السريع. طبعا الكوكنت اذا شربته ورا بعض ثلاث مرات راح يمرض لاعبك. خل هذا ينطبخ. تقريبا السفن اللي موجوده في هذه الجزيره ما استكشفتها، فخلنا ناخذ لفة بما أننا في الصباح. ما أذكر صراحة أني استكشفت هذه. حلو، في تواير هنا، حلو، في صندوق. على طاري الصناديق في شغلة بقول لكم عليها بعد شوي، مش متأكد من صحة المعلومة، لكن نشوفها إن شاء الله مع بعض بعد شوي. طيب ما في شيء في السفينة هذه الا الصندوق اللي اخذناه، اخذنا نفس. كاني شفت لي سمك قرش، هذا الصغير الظاهر انه ما يقول لك شيء، عرفت؟ السفينة الثانية ساردن فيش، في اسماك سامة لازم نتجنبها. طيب هنا نفتح الباب وان شاء الله باذن الله اني ما انسى اني افتح هذا. ايوه ما في لا شيء على حظي. وهنا خذ هذا فيهكل انجن بارت. اوكي في كلوث دي فور سيرفايفد، اليوم الرابع نجينا منه. طيب في صندوق هنا، اوكي اخذنا الصندوق. حاليا صندوقين معانا وهذا الثالث، لا هذا ما في شيء، ما يمدينا ننزل الظاهر مسكر، ومن هناك برضه مسكر. ممكن من تحت فيه مدخل ولا شيء، انا خايف من اسماك القرش صراحه. اي فيه في دخله، هل يمدينا؟ الظاهر انه ما يمدينا اصلا، ما في شيء. هلا 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 هلا، والله اني دريت انه بيجي بيسلم علينا. ف الظاهر اني طولت في الماي، فكل شيء له تاثير سلبي. تشوفوا وينه ابن الذين، تشوفوا وينه يا اخي. نجرب، ما ادري كم رمح هذا لازم عشان تصيده. قرب راسك يا رجال، نحاش نحاش يا رجال دامه بعد عشان لا نتأخر. حلو كلود هنا،
ما في صخرة. أوه كلوث ثاني يا أخي، يبيلك تكون مدقق بزيادة صراحة هنا عشان ما تفوت اللوت، موضوع الصناديق. طيب الشغلة اللي كنت بغيت أسويها، شوف هذا الصندوق الأول وهذا الصندوق الثاني. حاليا قبل لا تفتح الصناديق انك تروح تسيف. حلو، سوينا سيف. نيجي الحين نشوف وش موجود في الصناديق. مطرقة وفيكل انجن وتونة وكشاف وكرود. زين، الصندوق الثاني ثلاث شغلات وفلير. اوكي، نيجي الحين نطلع من اللعبة. طيب نجي نشيك الصناديق. مثل ما تشوفون يا اخوان تختلف العدة، والله معلومة حلوة صراحة. هذا اتانك اوف كاميرا اكسجين ديبر دايف، ممكن نغير اثنين ليذر، اتوقع هذا افضل. وهنا اثنين من الاكسجين، والله احس انه كويس يا شباب. خلاص بعتمد هذا، راحت علي علبة التونة والله. خلنا بنعطيها محاولة ثالثة واخيرة. طيب الحين رسبنت من جديد، خلنا نشوف وش في الصناديق. عندنا مطرقة والفيشنج جدا سيء والله. طيب نجي نشوف ايش موجود في الصناديق. ليذر وفيهكل فيول بارت، فيول بارت ليذل وكومبس. والله احس شوي واقول يا رب يطلع لي ايكون. طيب نجي نشوف المحاولة الخامسة يمكن. حلو، لنترن باور لايت، والله حلو بيفيدنا بالليل هذا. وكلوث واكل وانجن بارت وتونة وكومبس. كومبس محتاجة عندي كفاية. شغلات طيبة والله. في حال ضاع علينا كومبس عندنا كومبس ثاني. اللنتن هذا بيفيدنا في الليل. بالنسبة للاختصارات تشوفون هذه اللي تحت يا شباب، 1 2 3 4. هذه بحثت عنها وطلع الموضوع ايش، انه لازم تسوي كرافت لهذه الشغلات التول بيلت. خلنا نسوي واحد لاشنج. وبعدين ندخل على الكرافت نسوي التول بلت. الحين مثل ما تشوفون نيو هوت كي سلوتس انلوكت مكتوب على اليسار. فنحط مثلا السكين في واحد، تم معلق على رقم واحد وانا جايب الماوس في هذا المكان، ويصير عندي الاختصار. ونقصت واحدة من السكاكين هنا لو تلاحظون، فبيعطيني سبيس. لا والله ما نقصت، موجودة هنا وهنا، فكذا ما لها داعي والله، بس يعني مجرد اختصار. خلنا نرجع نشب الضوء اللي هنا. تقريبا قرب العصر، الساعة 12 الظهر. طيب خلنا نرمي هذا ونروح نشوف وش باقي موجود هناك. المشكلة فيه سمك قرش جالس يحوس في هذا المكان، واشوف فيه سفينة في هذيك المنطقة، وهناك فيه سفينة، فودي استكشف هذه السفينتين. تقريبا ما في شيء هناك، فعندنا الله يستر الله يستر. ما انا مرتاح للنزلة هذه، بس نقول بسم الله. شفت البنفسجي هذا على يساري؟ يا لا يا لا يا القرشي يا لا. خلنا نرفع الصوت، خرشني هذا. ناخذ لنا النفس وننزل. وين الباب؟ الباب من هناك. تواير كثير في السفن، وش فيه كذا محشور الباب؟ خلنا نرجع ناخذ النفس. الله يستر من السمك، والله انا مش مرتاح يا اخي. وش في لاعب كذا بسرعه يخلص نفسه؟ لنت الثاني. اوكي، برق ورعد و تواير هنا. خلصنا السفينة الأولى، خلصنا السفينة الأولى. في صندوق فوق، نحشة. ما في أي سمكة كذا على السرير. نحاش نحاش قبل أن يرجع هذا، نحاش. ما أدري ليش أحسه قريب الخرشة هذا. في سفينة ثانية، بسم الله. هذا المشكلة هي مني رافع الصوت. في سفينة ثانية يا أخي تبع الماي، هذا لازم نسويه في كل جزيرة صراحة. موضوع الماي مثل ما تشوفون إن شاء الله نبي حله بعد شوي.
هي. واو سفينة هذه والله مرة كبيرة. إن شاء الله عندي خانات كافية. لا والله ما عندي. أعوذ بالله. أوه خوينا هذا. آه ما عندي الهنتينج. غلطان والله غلطان ما أجيب الهنتينج معي. شوف لاعبي ما صار يقدر يركض. لأني أمس ما نمت فلازم كل ليلتين كذا تقريبا أنام عشان ما يجيه الإفكت تبع الإرهاق. حاليا ما في ستاتس إفكت بس إذا ما نمت الليلة راح يجي التعب ويصير بطيء وفيه مشاكل كثير. يكون مسطل باختصار. فخلنا نشوف الصندوق هذا وش فيه. فيه كلود وليذل حلو. مش الليذل هذا. والهنتينج. الهنتينج هذا اللي احتاجه. البارز راح ننزلهم هنا. خلنا نشوف موضوع الماء يا شباب. اول شيء قبل لا نسوي السموكر. هذا احترقت اكيد. طبعا الاكل ما يزيد اي شيء من العطش اتوقع. اي ما يزيد اي شيء. طيب موضوع الماء ايش كان يطلب؟ كوكونت فلاسك وبعدين واحد عريش هذا هو موجود فلاشنج ثاني. طيب واحد كلوب وثلاث صخور. هنا الوتر خلي هنا جنب البيس. طبعا لازم يوم تخلص الامطار دائما اتاخر. سبحان الله نفس الحلقه هذيك عطنا الفاس ولا السكين. جبنا النخله هذه. اسمع بعض. اوه هذا الحبيب. يلا توزع. افا انكسرت السكين. كويس وين السكين الثانيه؟ هذه كم باقي فيها؟ باقي فيها 7%. تكفى كسر لي هذا بس. تقريبا باقي فيها ضربه واحده. شوف 5% ضربتين نقصت 2% يعني تقريبا 100 ضربة للنخل. طيب نروح نضيف هذا عشان ما ننسى. اد فايبر والباقي نخليه جنبه. خليه يجمع لنا ماي هنا ونقول بسم الله قبل لا يجي الليل. هنا كنا في سفينة ما جيتها يا اخي لخبط من كثر السفن. نقول بسم الله عشان لا طلع لنا القرش كذا نعطيه واحدة على عينه. شوف كأن الوضع في الليل ما صرت ما اشوف شيء. ايوه السلام عليكم. هذه سمكه. السكن السكن السكن. شفت فائده السكين؟ المفروض اني اجيبها السكين. هذا صندوق المفروض اني اجيب الليت معي بعد الكش. الله اكبر. ادري هذا يمدينا نصطاده ولا لا. في تواير هنا. المكان جدا عميق كانه صار ليل وهو لسه مو بليل. لا والله يا شباب ما ينفع الوضع كذا. السفينه هذه برجع لها. السفينه هذه برجع لها. احس اني ضعت تحت في البحر. يا ساتر الامواج يا ولد. لسه اما الساعة 6. تكفى ارجع بسلامة. الله يستر. القرش يصير يشوف بالليل ولا ما يشوف؟ والله يشم ريحتي المروح. شوف ال شو اسمه تلاحظون هذاك يا شباب في الليل يبين اللوت في البحر واضح زي الفقاعات تطلع ان المكان ظاهر لسه فيه لوت ما تلوت. ما ادري بعد ما لوته يروح تروح الامواج هذه ولا لا. راح نستكشف هذا الشيء. طبعا انا مشغل الليتات هناك فقلت بجيب معي الضوء والسكين ان شاء الله اني ما انسى. شوف تجمع شيء من الماي. حلو والله تجمع بسرعه. انا تقريبا لحقنا على المطر شويه من المطر. هذا علق هذا هنا. معي ساعه تقريبا بحاول ارتب الصناديق هذه. الصناديق كلها فاضيه. هذا اللي جبتها من الجزيره. حطيت الكلوث في هذا الصندوق والاكل في هذا الصندوق على اساس اني بنظم المكان شوي. هنا الكومبس الشغلات المهمة اللي ما احتاجها حاليا. البارتس راح احطهم في هذا. موضوع الطبخ يا شباب على فكرة موضوع الطبخ اذا كنت واقف جنب النار راح يزيد السكيلز تبعك. شوف الحين السكيل كل شيء تقريبا قربت ليفل 3. غريب ان ستاتس افكت ما جاني. يمكن اذا ما نمت طول الليل هذا. انا ودي اسوي فاس واروح اكسر في النخيل لاني احتاجه. ما عندي خشب حاليا. خلنا نشرب هذا تعبى. كويس انه يطلع الصوت انه تعبى. لأن الماي عندي ناقص كثير. شوف طلع طوط قبل الأخير يعني وضعي بالسليم. خلنا نشوف الفاس وش يتطلب. ليذل وحطبة واثنين حجر. مو حجر زي الشفرة أو السكين الصغيرة. الحين يمدينا نسوي الفاس ونروح نستغل الليل نكسر. يعني نستغل الليلة. أنا ودي أشوف هل هو ثاني يوم ولا ثالث يوم إنه يتعب. لأني قريت إن الإفكت يجي التعب. يعني لابد إنك تنام. والله جمعت لي فايبر شيء طيب من الجزيرة وعندي الباباي
وعندي النوع الثالث اللي هو اليوكا فروت. هذا تقريبا مدري اقدر اكله. لا لازم ينطبخ. اوه هذا ينزرع مو ينطبخ ولا ينأكل. اول شيء ينزرع بعدين سبويلد كورة فروت. هذا لو اكله ممكن اتسمم. دامه يقول لي سبويلد يعني خلاص عطه البحر. شوف كيف الذباب حوالينا، ما ادري اذا انتم تلاحظون الذباب ولا لا. على البحر وديني. هو هذا يقول لك ميديسن ممكن تضيفه على البشرة، على بشرتك انت، عشان ما تتعرض للشمس او تأثير الشمس يكون اقل. فطيب وهذه النبتة ايش؟ اقورا بلانت كرافت بريث بوست. اوكي هذا ممكن نفس، تاخذ نفس اكبر يوم تنزل البحر اتوقع، شيء زي كذا. ففي تفاصيل حلوة صراحة. طيب يا شباب صبحكم الله بالخير. اشرقت شمس اليوم الثاني الساعة 6 صباحا. مثل ما تشوفون جمعت هذا الفايبر وجمعت هذا الباباي واليوكا وشوية معدات. المعدات هذه من قبل، وعندي هذا اللوحين من الخشب وهذا شوية الحطب. هذا اللي عندي. النخل هذا جاهز حتى اني اضيفه هنا. حاليا الماي فل فخلنا نشرب لان ورانا يوم طويل. طيب قرب الفل، وهذا راح ممكن نكسره ونجهزه عشان بعدين نضيفه للماي بسرعة. كذا الوضع جاهز عشان ما ننسى، بس نضيف بنصيدنا سمكة كذا ونرجع نطبخها على الظهرية. أمورنا طيبة الحين، بس ودي آخذ هذا السبير. الفاس ما احتاجه بس احتاج السكين. خلنا نتأكد السكين كم. 5%. أجل احتاج اني اسوي سكين جديدة. السكين الجديدة تتطلب واحد لاشنج وحطبة، والحطب شوي بعيد لأنه بياخذ مساحة حسيت. طيب جبنا لنا سكين ثاني، سكين والرمح عشان نصيد نتأكد من فاعليته. بالنسبة للهوت كي هذا رقم واحد اللي فتحته للسكين. مدري الفايبر ليف ما أشوف أي شيء نمو في طريقي، أتوقع أنه ياخذ أكثر من يوم. خل هذا جاهز بيدي. السلام عليكم. أيوة على طول نفس المكان رسبا. هذه لحمتين على السريع. اسمع صوت القرش، اسمع صوت القرش. الظاهر لاني لان فيه دم، لان فيه دم الظاهر يا شباب والله العالم. تسمعون الصوت؟ هذا صوته ترى، صوت القرش، بس ما يمديني اشوفه. تشوفون اي شيء اللي طالع من ظهره هذاك وينه؟ اتوقع انه هنا. يا ابن الوسخه اطلع. يخرب بيتك، يخرب بيتك. طيب ايش الوضع الحين؟ تم تحبس لي كذا؟ يقول لي جاي تاخذ اكلي. والله اني بنصقع، والله احس اني بنصقع يا شباب. اي والله انا احس اني بنصقع. جالس يدور حول الفريسه. الله يخرب بيتك يا اخي. اذلف اذلف، خلنا نلوت. والله بدايه يوم. ايش رايكم نرجع يا شباب؟ تعوذ من ابليس، نرجع له في يوم نقدر عليه. معنا سمكه. راح الصوت ان شاء الله انه خلاص بعد، الا لو يخونون. ننزل الطابق الاخير. الطابق الاخير ما في له شيء. الطابق اللي بعده بسرعه. فيه باب، صندوق، كونتينر، كونتينر تونه، كونتينر، باب ثاني. بموت من النفس، بموت من النفس. تكفى. اوف، حسيت اني انا من جد انكتمت. بسم الله. دي 5 سرفايفد، ما في شيء يسوى. البرل هذا حتى ما يمديني اخذه. باقي الطابق الاخير. تواير هذه خلنا نشلها بما ان وصلنا هنا، ولا وش رايكم؟
اقل شيء نطلعها الى السطح. اتوقع لازم نسحبها على واحد واحد، ولا ما يمدينا نرميها من هنا دام نقدر اوقف. دقيقة، بسم الله. يمه تعبت نفسي والله. دقيقة، هي لازم تكون الوقفة. ايوه حلو والله، قربت المسافة. راح نصنع السفينة في هذا المكان ان شاء الله بعدين، فنجهز حبة حبة الامور اللي نحتاجها. شوفوا هذا من الوسخة، نرص التواير حاليا هنا فوقهم، يجي فوقهم. حلو، نشوف المكان اللي بعده. خلنا نشوف الصندوق هذا وش فيه. اوكي، خلنا نضيف فيه الاكل اللي معي. يا اخي في صخور، لاحظت ان الصخور هنا نادرة في هذه الجزيرة، بحتاج الصخور او الحصى الصغار هذاك تشوفونه، ضروري جدا انه يكون معي كافي. نقول بسم الله، السفينة هذه واضح ان فيها لوتن طيب باذن الله. السلحفاة هذه ودي اصيدها. شوف هذه السمكة الثانية، ما ودي صراحة اقتلها، يجي القرش على طول. خلنا احنا رايحين، والله يبي لي ايش اتاكد من المعلومه، هل يوم اقتلها على طول يجي قرش ولا لا، او بعدين يوم اسوي لها سكن. الله العالم، يوم اسوي لها سكن يجي على شو اسمه الدم. السلام عليكم، خرشني والله. خلنا ناخذ نفس قبل أن ننزل. مفروض في صندوق هنا، صندوق واحد بس ما في شيء ثاني. الحين اخذت نفس انا ولا ما اخذت نفس؟ اوكي، هل في مكان ثاني لوت تحت في شيء؟ ظاهر اوه سنيك، خرب بيته. لا 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 لا، ظاهر انه جاي لي والله، واضح انها شو اسمه. الحين هذا حي ولا ميت؟ ما تدري. الثعبان السام يبينا ننتبه قبل لا نمشي اي خطوه. يا اخي الثعبان السام في مكان وسخ، المشكله ما اعرف كم ضربه للثعبان عشان يموت. يا ابن الوسخه وخر يا ابوي، ما اريد السفينه ولا اريد شيء. خلنا طيب الناحيه الثانيه، شوف لسه الفقاعات موجوده. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، والله اني حسيت، والله اني حسيت. اوف مع عياله يا ابوي، شردنا خلاص. طيب باخذ السمكه هذيك تبعي. وخر هناك يا اخي، وخر هناك يا ابن الوسخه، وخر هناك. يصلي؟ والله واضح انه يصلي يا اخي. يا اخي وخر يا اخي، اذلف. ام الليل، وين السمكه اللي قتلناها هذيك؟ ولا طلعت نغمة ولا أي شيء. تهويش تهويش، الله يخرب بيته. وخر، خلنا حبايب يا ابن، يا أخي يا ابني وخر وخر، لا أطبخك بدل السمكة هذيك. وينها؟ هذه هنا، خلاص بتم يحوط حولي، شايفني على الفحم. وده بالسمكة هذيك، سمكتي هذيك، أنا اللي صدتها يا ابن الذين. يا رجال مقامر والله، والله سمكتي يا شباب. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. بليدنج، خلاص 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 يا ابن الوسخة. تايجر فيش، تايجر فيش يا ابن الوسخة، تايجر فيش. سمكتي والله سمكتي، ما خليها سمكتي يا ابن الذين، سمكتي. اول بليدنج في السلسلة، تايجر فيش يا ابن الذين. شيت، تعضني عضه، الله يخرب بيته. بليدنج، طيب وين الباندج؟ وين الباندج؟ الحمد لله اني جايب معي باندج. يا اخي بما انها خاربه خاربه بليدنج، ليش ما اكمل؟ بس مش ناقص بليدنج وبويزن بعدين. لا لا، هذا لوته. تعال انت، تعال هي خاربه خاربه يا ابوي، تعال. هي خاربه خاربه. صيد مره واحده، نطلع بالصيد زي الناس. جاينت جروبر فيش، نقدر نحطه في الكونتينر. لازم نسوي له سكن اول شيء. وين السكين؟ خلنا نقصقصه. الساعة كم الحين؟ ديسكاستنج، ليه ديسكاستنج؟ سمكة يا زينها. الساعة 2:00، وش يريد ياكل؟ يريد ياكل سمكة القرش هذا، ما يبغى شيء ثاني. تعال لا انسى موضوع البليدنج، لان الهيلث، خلنا نشوف الهيلث، كل ما بينقص الظاهر.
شوف الحين ناقص بارين وشعره، الحين بضبط له احلى باربيكيو. جروس. اوكي جروس، حمد الله حمد الله انك ما مت. تعال يا قاربي ترى انا تسممنا. بسم الله وين استورج هذا الباندج. رول اوف باندج كان بيوز تريت بليدنج اور ريفايف بلاير. اوكي اذا خويك مات ولا شيء ممكن تستخدمه. نقول بسم الله نشوف البليدنج، بيكون شيء جميل اذا كانت يدي اشوفها مربوطه. لا ما في شيء. طيب نجيب لنا واحد من الصناديق الفاضيه هذه ونحط فيها السواليف هذه كلها. وين السموكر؟ هذا السموكر. طيب اول شيء الحجر اللي هو هذا الفاير بت، يتطلب 3 حجار، 1 2 3 حجار قربوا يخلصون، وهذه نكبه. خلينا نجيب شويه حطب. طيب بعدين نيجي نصنع هذه الشغله. يا سلام شكل رهيب الحين صار. وبعدين وش نحتاج؟ 1 لاشنج و3 حطب و1 كلوث. 1 لاشنج 3 حطب وكلوث. الكلوث تقريبا هنا. وبعدين نيجي جنب النار ونسوي السموكر. ليه ما يمدي؟ في شيء مخرب؟ ايوه يا سلام احلى طبخ الحين بيصير. هولد اي. يا سلام كم واحد اقدر اعلق؟ 3 4 5. اوكي باقي 1، انا بحطه هنا جنب النار عشان ما انساه بما انه ما يصير عليه شيء. الحين يصير المرحلة الاولى انه ينطبخ، والمرحلة الثانية انه يتدخن. ف شيء جميل. عندي الشغلات المهمه نوعا ما هنا. يا كليب شب النار، يا كليب شبه عليك شبه، والحطب لك ايجابي، ومن يوجع راسه ترى الهيل طبه، وليات قهوه كيف الراس طابي. وين قهوتنا يا شباب؟ وين قهوتنا؟ قهويكم يا مرحبا باللي لثانا، يا مرحبا با. نجمع عدتنا للرحيل. عندي 3 انجن بارت وفيهكل بارت الكتريك بارت مدري ايش فيول بارت فلتر بارت، هذه كلها يا شباب عدة الطيارة الظاهر او القارب اللي راح نسويه ان شاء الله في الحلقة الجاية. اسمع 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 صوت الميكروويف طن طن، ما يتغير اللون مشكلة. شوف هذا كوكت كوكت، كلهم الظاهر كوكت، كلهم انطبخوا. يا سلام. طيب الحين الساعة 8 قبل لا تيجي الساعة 9، خلنا ننام لان اتوقع لاعبي خلاص يعني يحتاج النوم. نشوف كم بينقص الماي، ناقص 2 وهذاك 3. اوكي الساعة 9 2 و3، كان ناقص 2 و3. شوف صار ناقص اوف، يعني من كل بار تقريبا ينقص 1 او 1.5. فالنوم شيء ما هو بمحمود من ناحية الأكل، لكن عندنا اللي يعوضنا. راح نبدأ يومنا بالأكل والشرب والأمور طيبات. أو تدري خلنا بسيف قبل لا أكل عشان أبدأ فيه الحلقة الجاية. ضيفنا من النخل هذا، يا سلام. خلنا الحين نسوي سيف عشان هذا مطبوخ والماي فل والأمور تكون طيبة أول ما أبدأ الحلقة الجاية. بإذن الله راح تكون في زيارات حلوة للجزر الثانية، وراح نبدأ نصنع القارب، قارب النجاة أو سفينة النجاة التايتانيك حقنا. هذه كانت حلقتنا اليوم يا شباب، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. لا تنسون تدعموني باللايك، تعطوني رأيكم بالكومنت، ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جاية. أشكر من تسمين القناة، وشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.